عامل ايه يا حسن؟ نلا ازيك؟ انا كويسه، انت عامل ايه؟ بقالك كتير يا حسن. وحشتيني. وانت كمان. اوكي قول لي، احنا في دوره المهرجان ال44، ايه انطباعك كده للمهرجان؟ ايه الحاجات اللي متحمس لها؟ انا من ساعه ما المهرجان بدا عمال اتفرج على الافلام بس، ودي اكتر حاجه بحبها في اي مهرجان عموما يعني. والنهارده بالذات بقى عشان فيلم احمد في شويه حماس زياده. انت مش متوتر له؟ طيب حاسك متوتر، حاسك انت اللي متوتر. حسن متوتر مش عارف ليه، هو قال لي كده بس. قال لك متوتر؟ لا قال لي انت متوتر. هو برضه شايف ان انت متوتر. طب انت ليه متوتر يا حسن؟ مش عارف بقى. الاجواء بقى، انا عموما متوتر في حياتي، ما بالك بقى هنا. طيب ايه اكتر حاجه متحمس لها فيلم احمد؟ اكيد هو حكى لك حاجه ولا سابك تتفاجئ؟ خالص انا شفته كذا مره بس انا ما شفتوش خالص، اول مره ليا، فمتحمس له يعني. طب ايه اللي انت متوقعه وحاسس كده هتطلع؟ اللي هو المفروض هيتكلم بلهجه، بيتكلم بسوري، فدي بالنسبه لي غريبه شويه. عايز تشوف هو بيتكلم بسوري؟ واحد قال لي اعرفه قالته الحقيقه، هو مره مش هيتكلم. عمره ما اتكلم بسوري في البيت؟ الحقيقه ليه؟ طيب اوكي، ايه الحاجه اللي انت حاسسها مختلفه عن السنوات اللي فاتت في المهرجان؟ حتى لو حاجه انت حاسس يعني ان انت بس اللي شايفها عادي. والله مش شايف اختلاف كبير يعني، حاسس ان هو كل سنه بيبقى ناجح. اوكي. انا بحب المهرجان ده الصراحه. اوكي. بالذات يعني. طيب بما ان احنا في مهرجان القاهره، ايه اكتر حاجه بتحبها في القاهره؟ اكتر حاجه بحبها في القاهره؟ بتعملها كتير كده و بحب فكره ان كله بيمشي الدنيا ساعات. يعني اللي هو بنعديها كده. مش ماشيين بالسنتي، انا ما بحبش فكره بالسنتي بس في نفس يعني مش عشوائي زياده، بس فيها عشوائي كده ما اعرفش ليه في الدم كده. يعني ايه؟ تحسسني بمصر يعني، هي اكتر حاجه في مصر. اوكي طيب بس. لو في حاجه بتبليف فيها قوي وحابب تشارك مع الناس هتكون ايه الحاجه دي؟ ده سؤال بتاع 30 ثانيه اللي انا سالته لك قبل كده. بجد؟ ده اللي انا برضو ما جاوبتوش كده. توقع ان انا ثانيه اجاوبه يعني. ايه السؤال؟ لو في حاجه بتصدق فيها قوي او مسج عايز تقولها للناس هتكون ايه المسج دي؟ ايوه. ما فيش اي حاجه في بالي بس يعني جرب كل حاجه. ماشي. اوكي حسن، ايه اللي انا قلته ده؟ زي الفل. ثانك يو حسن، ميرسي، انبسطت اني شفتك. ثانك يو. باي باي.